على مقربة من عروس الشمال تتربع المدينة الأثرية أم قيس التي عرفت قديماً باسم جدارة، إحدى مدن الديكابوليس العشر. تزدحم أم قيس وجنباتها بكثير من المعالم والآثار التي خلفتها تلك الحضارات على اختلاف ثقافاتها، لتبقى شاهدة على ما كانت عليه من عظمة في تلك العصور، إذ شهدت المنطقة تزاحماً بين عدة حضارات منها اليونانية والرومانية والبيزنطية والفارسية، وقد أطلق عليها اسم جدارة في العهد العثماني. تم استيطان في هذه المنطقة منذ أقدم العصور، نحكي عن القرن الرابع عشر قبل الميلاد ولغاية الثمانينات من هذا القرن الماضي، كانت باستمرار مأهولة بالسكان وتعج بالحياة. من أهم المعالم الموجودة في شارع الأعمدة والعديد من المعابد والكنائس والمدرجات التي تعود للفترة اليونانية والرومانية، بالإضافة إلى وجود قرية تراثية يعني تجثم فوق التل الأثري في منطقة الأكروبوليس، وهذه القرية التراثية كان أهلنا وأجدادنا لقبل لبداية الثمانينات يسكنون في هذه القرية. وكونها تقع على هضبة، يستطيع الزائر من خلالها أن يشاهد بوضوح هضبة الجولان ونهر اليرموك وبحيرة طبرية، بالإضافة إلى المنحدرات العميقة التي تحيط بها. هناك الشارع المبلط الذي يرجح أنه كان المركز التجاري للمدينة، بالإضافة إلى شارع الأعمدة والساحة والكنيسة الرئيسية وسبيل الحوريات الذي يعود إلى الفترة الرومانية. إحنا يعني جايين أولاً بجولة في إن أصحاب ألمانيا، يعني خلينا نقول تسويق محلي. عرضنا عليهم الفكرة إنهم يجوا لعندنا ضيوف هون ويشوفوا البلد وشو فيها أثار، على أساس إنه ينشروها سياحياً عند لما برجعوا لألمانيا. فإحنا كان بداية اليوم إحنا جينا على أم قيس. طبعاً لحد اللحظة هاي هم مبسوطين جداً، بيقولوا إنه البلد كثير كويسة، الناس كثير طيبة، التعامل طريقتهم. اثنين، الآثار هاي اللي موجودة لك يعني كمان إنه تاريخ للبلد. وما زالت معالم المسرحين الشمالي والغربي ماثلة للعيان، ويعتبر المسرح الغربي من أهم الآثار التي تركها الرومان بعد أن أتموا بناءه من الحجارة البازلتية القاسية السوداء في القرن الثاني الميلادي. هذا المكان جميل جدا، لقد تأثرت كثيرا هنا، فكوني معلم لغة لاتينية أهتم بالحضارة الإغريقية والثقافة الرومانية والهيلينية التي مرت على هذا المكان، بالإضافة إلى الثقافة العربية. وتكتظ أم قيس بالتماثيل المعروضة في المتحف الكائن في وسط الآثار القديمة، ويضم مقتنيات لها عدة دلالات روحية كالتماثيل التي تمثل الآلهة. هذا المكان مهم جدا على مستوى العالم، لقد شعرت بالارتياح هنا، فالمكان هادئ ويبعث على السعادة والطمأنينة الروحية، لقد استشعرت هذه الأرض. لا تزال كلمات الشاعر أرابيوس محفورة على حجر الشاهد مخاطبة ضيوفها، أيها المار من هنا، كما أنت الآن كنت أنا، وكما أنا الآن ستكون أنت، فتمتع بالحياة لأنك فان. نعم، إنها جدارة، المدينة التي تحول زائرها إلى شاعر. لبرنامج دنيا يا دنيا، إيلين يوسف.